قصتنا اليوم غير المصطفى عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام وهو في بيته في المسجد النبوي نزل عليه الوحي جبريل، فقام المصطفى فقال لصحابته إن أخاكم النجاشي قد مات، النجاشي ملك الحبشة، ويعلم المصطفى بموته في اللحظة والتو. هذا مو معجزاته عليه الصلاة والسلام، لأن الخبر بالأساليب الطبيعية يحتاج إلى أشهر حتى يصل إلى المدينة، فسار بصحابته إلى هذا المكان. وين حنا فيه دكتور فهد؟ حنا الآن في ميدان المصلى، طبعا يسمى بهذا الاسم نسبة لمسجد مصلى النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يصلي فيه صلاة العيد وصلاة الاستسقاء، ويسمى أيضا بمسجد الغمامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استسقى في المدينة ولم يكن هناك سحاب في الجو بل كان صحوا، قالوا فخرجت سحابة من قبل سلع، فسمي هذا المسجد بمسجد الغمامة. الله، هذه المنطقة تسمى بالمصليات. نعم. طب المسجد اللي هناك؟ مسجد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى. وهذا المسجد اللي أمامنا؟ هذا مسجد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وخلف مسجد الغمامة أيضا مسجد عمر رضي الله تعالى عنه، وفي الجانب هذا مسجد علي رضي الله تعالى عنه. وهذه الأماكن هي أماكن المصليات كما يقول المؤرخون التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في ذلك الصلوات ذات الأسباب. نعم. وإلى اليوم اسمها المصليات. المدينة متحف مفتوح للسيرة النبوية. صحيح. انتظرونا في تغطيات أخرى، بس تعطينا من وقتك. بإذن الله. الله يسعدك. بإذن الله.